يا بنات لا تطلعوا اليوم من اوضتكم، البيت قايم مو قاعد. صحي ماما، شو بعمار مسكر على حاله الباب وما بده يحاكي حدا؟ يصطفلوا امي، يصطفلوا، ما دخلنا نحن. يا امي قبل ما انسى، استاذ التاريخ بعت هي رساله، هي لك خصوصي. قال تكونوا عاملين شيء؟ لا لا ما في شيء، هدول الشغلات لازم المهمه الفحص بس. يلا هلا بشوفهم. يلا بعرف اني وعدتك اختفي من حياتك، بس في سؤال بقلبي ولازم اعرف جوابه. بس حابب اعرف قريتي الرسائل او لا؟ على كل حال انا وعدتك من المره الماضيه انه ما عاد ورجيكي وشي، وهلا راح اوعدك ما عاد يوصلك مني اي شيء. هيك كان قدري معك دائما، شكله هيك راح يضل. راح تبقى الاسئله عم تدور براسي، وراح تبقى اجوبتك عندك وما اعرفها. بس بتمنى تكوني قريتي الرسائل. ايه وهلا امي شو ناويين تعملوا بهالمصيبه؟ شفتي؟ يا ما حكيت معكم وما حسبتوا حساب هاللحظه، لا انت ولا عمران. الله يعين قلبك يا كريم. هلا انا كل اللي بيهمني عمر وعمار، ما بدي اياهم يتاثروا بهالقصه. مشان هيك انا رح اخذ عمر لعندي كم يوم لبين ما يهدى، وانتوا تكفلوا بعمار وتحملوا بقى، تحملوا نتيجة الغلط يلي غلطتوه. عمران شو بدك؟ شو في؟ وينك لهلا؟ دقينا لك على الورشة وعلى الدكان. وين بدي اكون يعني؟ بالشغل. بعدين وين العالم؟ ماني شايف حدا. عمران بدي احكي معك بموضوع ضروري. يلا بس سلم على امي وبرجع لعندي. لا هلا بدي احكي معك قبل ما تفوت لعند امك. ماشي. معتادي هلا تنصتي علينا مثل عوايدك على اوضتك دغري. يلا. منو؟ النيال المتهوم عند ربه بريء. أمار كنت أكلها هاي اللحظة. قديش ركضت وراها، فجأة صرت أهرب منها. كل ما أوصل على باب غرفة أمك ترتفع إيدي لحتى أدق الباب، حتى فوت لعندها وركعت تحت رجليها ولبوسها. بس بدي أعرف مين هو ابني.